ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صحيح البخاري، باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة رضي الله عنها: عبد ما بقي عليه شيء. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، لأن بعض العلماء يقولون بأن مغيث لما التف حول بريرة كان عبدا، وصحيح أنه كان عبدا، نعم، لذلك هي خيرت فما ارتضت أن ترجع له، ولكن هو عبد ما بقي عليه شيء، هذا لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي درهم. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء، يعني إن بقي عليه من النجوم شيء فهو عبد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبار التنيسي قال أخبارنا مالك مالك النجم عن يحيى بن سعيد، هنا يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة السبت الأمين، عن عمرو بن عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، عن بريرة رضي الله عنه وأرضاه جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها: إن أحب أهلك أصب لهم ثمنك صبة واحدة، يعني أعطيهم مرة واحدة صبة واحدة فأعطيك، فعلته. فذكرت بريرة ذلك لها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يا حبا، زعمت عمرو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الوائل من أعطى. شرحنا هذا الحديث تفصيلا، لكن الشاهد من الحديث إيش؟ قال أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك، فعلت. يعني هنا شوف، قال بيع المكاتب إذا رضي، إذا رضي البائع، إذا رضي أيضا إذا رضي العبد. وحقيقة الأمر أن الرضا على المالك، الرضا هنا المقصود به المالك لا المقصود به العبد، الرضا هنا المقصود به المالك للعبد، المالك للعبد، نعم. فلما اشترطوا الولاء لهم، وهذا كان مخالف لمقتضى العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لهم الولاء توبيخا وتقريعا وتبكيتا. ثم قال: فما بال اقوام يشترون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. حق الله اوثق، وانما الولاء لمن اعتق. قضاء الله حق وقضاء الله أوثق وحق الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهنا شوف مسألة الرضا، رضا البائع أن يرضى بذلك أن تنجم أو تأخذ مرة واحدة. الفوائد المستنبطة: لا يحكن جلدك إلا ظفرك، وإن سألت فاسأل من يعرف قدرك. الولاء لمن أعتق، السجع إن كان سجية فلا يذم، السجع إن كان سقي، السجع إذا كان سجية فلا يذم. إنك الرجل قال يعني أضمن ما أكل ولا استهل، لا أكل ولا شرب ولا استهل، إن ذلك يطلق. قال هذا من إخوان الكهنة، لأنه يريد أن يوقف حقا عبير. لما تركت الفيس؟ هي ما أدري بتحضر ولا لا، لكن أعلم أنها حريصة، لا يمكن أن تضيع عبير الولود، صح كده؟ أعلم أنها لا يمكن أن تضيع الخير، أعلم أنها حريصة جدا، لكن لما تركت يا في التليجرام يعني. أيضا لا تترك الفيس، ايضا اخبريها ايتها الصابره لا تترك الفيس. جزاك الله خير. طيب لو في اسئله تفضلوا. المهم انها حريصه جدا وفاضله جدا، فلا بد ان تكون موجوده ولا تبتعد. بلى يا ام عبد الله، بلى عبد الرحمن رضي الله عنك حبيبي.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم.